بكم في حلقة جديدة من حقوق الناس، وفيها نسلط الضوء على الملفات الحقوقية التالية. في مصر 6 سنوات على الانقلاب وموجة مروعة من الاعتقالات التعسفية. وفي السودان منظمة العفو الدولية تدعو لوقف الاستخدام المفرط للقوة المميتة، وتطالب السلطات بضمان سلامة المحتجين. في العراق المرصد لورو متوسطي يرصد اختطاف أكاديمي بارز في البصرة وسط توسع استهداف النشطاء السلميين. وفي اليمن منظمة يونيسف تقول إن الخدمات الأساسية على شفير الانهيار التام. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حقوق الناس. ونبدأ هذا الأسبوع من الملف الحقوقي المصري في ذكرى الانقلاب، حيث أوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه خلال السنوات 6 الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق. وكشفت في تقرير لها أن الأجهزة الأمنية المصرية مارست شتى أنواع الانتهاكات في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب. وأضافت المنظمة أن الأجهزة الأمنية المصرية قتلت أكثر من 2000 شخص في مظاهرات وتجمعات سلمية في جميع محافظات مصر عدا سيناء، كما تحدثت عن مقتل 766 شخصا في مقرات الاحتجاز. بين هؤلاء 516 توفوا نتيجة الإهمال الطبي. أما في سيناء فقضية حقوقية مأساوية، حيث وثقت المنظمة مقتل 4441 مواطنا مصريا على يد الأمن والجيش المصري، واعتقال أكثر من 11,000 شخص. المنظمة وثقت أيضا هدم المنازل والمناطق الحدودية وتشريد 1000 العائلات، كما رصدت قيام الأمن المصري بتصفية جسدية مباشرة بحق 180 شخصا. قائمة تطول من الانتهاكات الحقوقية المصرية منذ الانقلاب في 3 يوليو في مثل هذا اليوم من عام 2013. معي لمناقشة هذه الملفات الحقوقية في ذكرى الانقلاب عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الناشط الحقوق المصري أحمد العطار. قائمة تطول حقيقة، قائمة تطول وتطول معها الشجون والأحزان في ذكرى الانقلاب. إذا ما أردنا الحديث عن الموت الذي يخطف المصريين على يد الجيش والأمن المصري منذ 2013 حتى الآن، فهل تقترب هذه الأرقام التي ذكرتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان من الواقع؟ هل فعلا رصدت المنظمة كل الذين قتلوا على يد الأمن والجيش المصري منذ 3 يوليو 2013؟ بالتأكيد لا، التأكيد الأرقام التي تتم توثيقها هي أرقام غير يعني تكاد تكون مقاربة للحقيقة، ولكن الحقيقة أسوأ. الحقيقة دمار، الحقيقة موت بلا ذنب، الحقيقة محاكمات بلا معايير دولية للمحاكمات العادلة، الحقيقة إعدام أشخاص أبرياء. الحقيقة أكثر من ذلك يا أستاذ جمال، ما يتم رصده حتى احنا في التنسيقية لما بنرصد أحداث، في أحداث كتير جدا بتكون لدينا أخبار عنها ومعلومات عنها، ولكن لا نستطيع توثيقها. سيناء خارج نطاق التغطية، سيناء ما يحدث فيها هي جريمة بكل المعنى الكلمة بمعنى. سيناء يتم فيها الدمار الشامل تمهيدا لإجراءات غير طبيعية ستجري في سيناء، لا أحد يعلم ماذا يجري هناك بعد هذا. الوضع في سيناء خارج نطاق التغطية، الوضع حتى في مصر. احنا عايز اقول لحضرتك ان خلال من يناير 2018 الى اليوم تم تصفية 1000 مواطن مصري، 1000 مواطن مصري، دي حسب البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة الدفاع المصرية. وهذه الأرقام هل شملت أحمد الذين قتلوا في مجازر رابعة العدوية؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد أنا بكلم بس حضرتك على آخر سنة ونص، 1000 مواطن مصري تم قتلهم بواسطة الأمن المصري والشرطة المصرية وقوات المسلحة المصرية. لم يعني ده بيانات رسمية صدرت عن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. هذه الأرقام أرقام يعني أنا بيزروا يعني أرقام بعيد، يعني الوضع مأساوي الوضع. إنما هل
ادعاء الأمن المصري بأنه يواجه جماعات متطرفة في سيناء على سبيل المثال مبرر لهذا العدد الكبير من القتلى؟ بالتأكيد لا، لأنه هو الإرهاب ليس مبرر له أن تقتل الأبرياء بلا ذنب عندما يتم قصف منزل. لماذا تقول أبرياء؟ الجيش المصري يقول بأنه يواجه مسلحين في سيناء. أبسط مثال، في منذ 10 أيام أو أسبوع تم قصف منزل، تم قتل 7 أفراد من أسرة واحدة، نساء وأطفال. هل هو لا إرهابيين؟ لا طبعا. عندما يتم قتل أبرياء في كمين الأخير ده ويتم وصفهم بالإرهابيين، يعني هذا هو ليس إرهابي. يعني إذا رصدنا أسباب القتل، حقيقة شيء مؤلم جدا، عدد القتلى الذين يقتلون مباشرة على يد أجهزة الأمن، هو هل يأتي في المقام الأول؟ لأن هناك تصنيف، هناك من أعدمهم الجيش المصري، هناك من صفاهم مباشرة، هناك من قتلوا في هناك من ماتوا في السجون. فإذا يعني وضعنا قائمة الموت على يد الجيش والأمن المصري، من الأكثر في قتلا في ظروف القتل التي تقوم بها الجهات المصرية؟ التصفية الجسدية التي تقوم بها قوات الشرطة والجيش في سيناء هو خارج طاقة التغطية. يعني احنا بنتكلم على اعداد رهيبه جدا، في كل مره يتم قتل 40 50 40 50، احنا بنتكلم على ارقام مهوله جدا. احنا بنتكلم على مصدر وحيد للمعلومه هو قوات الشرطه والجيش، لا يوجد مصدر اخر للمعلومه. ما السبب؟ التعتيم الاعلامي، عدم اعتقال ولكن اي هذا شخص. في سيناء يمنع الصحفيون نعم. ومراسلو وكالات الانباء الدوليه بتأكيد. من دخول سيناء نعم. لكن هل هذا ينسحب على بقية أماكن بقية محافظات المصرية؟ لا، ولكن يوجد نوع آخر من الترهيب والحصار الأمني للمنظمات الحقوقية، وجدنا ذلك في الإجراءات القمعية أو القوانين التي أصدرتها الحكومة المصرية بمنع الصحفيين ومنع الحقوقيين واعتقالهم والتضييق الأمن على المنظمات الحقوقية عليهم. احنا وجدنا الهجمة الشرسة التي كانت على التنسيقية العام الماضي واعتقال أعضاء بينها، وجدنا اعتقال عزة غنيم. هل ما زالوا معتقلين أعضاء منظمتكم؟ نعم. كم شخص؟ احنا لدينا عزة غنيم، لدينا محمد صادق، لدينا محمد أبو هريرة المتحدث السابق وزوجته، لدينا أشخاص عديدين جدا في التنسيقية لا نستطيع الحديث عنهم لأسباب أخرى يعني. ولكن احنا نتحدث عن أرقام واقعية. يعني ما الذي تقصد بالأسباب الأخرى؟ هل هناك خوف على عائلاتهم مثلا؟ بتأكيد لأن احنا كمنظمة يعني لدينا متطوعين، لدينا أشخاص يعملون، لدينا يعني حبا في العمل التطوعي، وبالتالي نستطيع أن نتحدث به. النظام المصري استهدف الإعلام بشكل كبير منذ 3 يوليو 2013، أغلق أكثر من 20 وسيلة إعلامية وقناة. هل ما زال هذا المسلسل من الإغلاق والتضييق على الإعلام مستمرا؟ بالتأكيد. أنت انظر إلى حالة آية علاء التي اعتقلت منذ أسبوعين، هي زوجة الصحفي حسن القباني الذي كان معتقلا في سجن العقرب، وعندما تحدثت آية علاء لوسائل الإعلام العربية وبعد أن استنفذت جميع الإجراءات التي كانت تحدث وذهبت إلى النائب العام وذهبت إلى نقابة الصحفيين تستغيث بهم لاعتقال زوجها بلا أدنى ذنب، والإجراءات القمعية التي اتخذ ضده من تنكيل ومنع الزيارة ومنع التريض وإصابته بالأمراض، فما كانت من الداخلية المصرية لأنها اعتقلت آية علاء بعد سنة ونصف من خروج زوجها. إذن هذا نموذج بسيط جدا لعملية الاعتقالات بحق الصحفيين. كل هذا معي أسأل عنه أيضا الناشطة الحقوقية المصرية ومديرة منظمة Human Rights Monitor سلمى أشرف. أرحب بك سلمى في هذه الحلقة من حقوق الناس. هل ترقى الجرائم التي يقوم بها النظام المصري بقتل المصريين، بالتصفية الجسدية المباشرة، بما يجري في سيناء، هل ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب؟ ولكن سلمى، هل هذه الجرائم التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية كما تقولين،
تلقى ذلك الاهتمام الدولي والمتابعة الدولية لمحاسبة المجرمين والقتلة في على جرائمهم؟ حقيقة حتى الآن لا نجد الاهتمام الدولي الذي يرقى بما يحدث من جرائم بشعة تذكر في مصر، أو يعني إذا قمنا بمقارنة الجرائم التي ترتكب في دولة الغربية. سلمى سأعود لك، هناك تقطع شديد في الصوت. نفس السؤال أسأله لك أحمد. هذه الجرائم كل مرة في مجلس حقوق الإنسان يتم التذكير بها، ولكن حتى الآن لا يوجد في المجتمع الدولي على الأقل الآن صخب لجرائم النظام المصري لمتابعته لمحاسبته. بالتأكيد، ولازال الطريق طويل يعني لمحاسبة السلطات المصرية. السلطات المصرية تملك من الأدوات التي تمكنها من حماية نفسها من الائتلافات، من اللوبيات التي داخل مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان. هي طبعا دولة لها أذرع كثيرة جدا، أذرع حقوقية وأذرع إعلامية موجودة داخل الأمم المتحدة، وبالتالي يعملون على يعني عدم وصول هذه الإجراءات إلى فعل حقيقي. يعني احنا مثلا لما نجد أن مقرر خاص بالتعذيب يطلب من السلطات المصرية الحضور إلى القاهرة والبحث وزيارة السجون وترفض السلطات المصرية، عندما يعني نجد أن مجلس حقوق الإنسان يطلب من مرات عديدة من خلال مقررين خواص بزيارة مصر وتم رفض هذه الزيارات. إذن هناك ضغوط نعم، ولكن هناك استمرارية في العمل الحقوقي لدى المنظمات المختلفة. ومنها آخر مطالبات في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، نعم. فعلى هامشها طالب العديد من الحقوقيين بمحاسبة السلطات المصرية على جرائمها التي ترتكبها بحق المدنيين المصريين. جانب من هذه النقاشات حضرتها قناة الحوار، وكذلك استطلعت آراء الحاضرين في هذا الفيديو. الحقيقية لحالة حقوق الإنسان في مصر بشكل جلي أمام هذه المنظمات، وبالتالي هناك مسؤولية على كافة هذه المنظمات بما أن مصر عضو في هذه المنظمات وفاعلة في أعمالها. بالتالي ضروري أن تتخذ هذه المنظمات مواقف جادة وحقيقية مع النظام المصري لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري. هناك انتهاكات تتعلق بالحق في الحياة، هناك انتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهناك ملفات كثيرة فيما يتعلق بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وانتهاكات السجون والإهمال الطبي الذي أودى بحياة الدكتور محمد مرسي آخر ضحايا الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون. بالرغم من أن مصر موقعة ومصدقة على اتفاقيات حقوق الإنسان ولا زالت عضوة في الأمم المتحدة، إلا أنها لا زالت تمارس انتهاكات جمع بداية منذ الانقلاب عام 2013 وحتى الآن، انتهاكات متزايدة ومتصاعدة. لهذا السبب نحن جئنا إلى هنا على هامش انعقاد الدورة 41 من مجلس حقوق الإنسان لنتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان بأمل أن نسلط الضوء عليها وأن نحاول من الحد منها أو حتى تقليلها، وأن نعلم العالم عما يجري، كون هناك نظام قائم على انتهاك كافة حقوق المواطنين واستبدادهم، نظام عسكري لا يحترم حقوق الإنسان ولكنه يشارك ويحاول عرض صورته على أنه نظام بالفعل يحترم حقوق الإنسان. هناك إساءة لاستعمال عقوبة الإعدام في مصر، وذلك لأنها توجه بصفة أساسية ورئيسية خلال السنوات الست الماضية نحو السياسيين، وهذا ما لاحظناه، أن هذه الأحكام ما هي إلا لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين. نحن نظرنا وقيمنا هذه الأحكام، وجدنا أنها صدرت بالمخالفة لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة، وجدنا هذه الأحكام أنها وصفت بالجور الفادح، وجدنا أيضا تنفيذ تعسفي لأحكام الإعدام على أبرياء لم يتمتعوا بهذه المحاكمة العادلة. بصورة غير طبيعية وصل عدد القتلى إلى الآلاف، عمليات إخفاء قسري تعدت الآلاف، عمليات إهمال طبي داخل السجون ومقر الاحتجاز، منع للزيارة، سجون مغلقة تماما كسجن العقرب وسجن الوادي الجديد. جئنا هنا اليوم في يوم 27/6/2019 للتأكيد على أن المجتمع الدولي يبد أن يكون بدوره لمحاولة الضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات المستمرة والممنهجة تجاه معارضيه. سلمى، سمعنا من النشطاء الحقوقيين المصريين الذين استمعت الحوار إلى رأيهم في جنيف في الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان ومطالبات للمجتمع الدولي بأن يقوم بدوره.
هل تعتقدين أن على الأقل ملف الإعدام الذي تقوم السلطات المصرية فيه بدراسة ملفات خلال وقت طويل، هل يصلح هذا الملف فعلا لمحاسبة السلطات المصرية على تنفيذها لأحكام إعدام كما وصفها الناشطون الحقوقيون بأنها تفتقر لأدنى المعايير الحقوقية والدولية؟ بالتأكيد يمكن اللجوء إلى استخدام هذا الملف وحده في محاكمة المسؤولين، لأن كل هذه الأحكام التي صدرت هي أحكام صادرة بخلاف القانون وأحكام صادرة عبر محاكمات مسيسة، أيضا منها ما تم في محاكمات عسكرية وليست مدنية، وأيضا هناك دلائل أنه بعض الحالات بعد أن تم تنفيذ أحكام الإعدام بها صدرت براءتهم، مما يدل على أن من يعتقل في مصر هو عرضة للقتل عن طريق تقنين الأحكام التي تصدر من قبل محاكم مسيسة، محاكم استثنائية، وعبر دوائر الإرهاب التي خصصت للقضاء على المعارضة السياسية في مصر. طبعا المجتمع الدولي هو رافض لتنفيذ حكومة الإعدام بشكل عام، وفي مصر الآن يعني العالم كله يرى أنه أنها تستخدم لأهداف سياسية. طيب وأن جميع من يحكم سلمى، العالم رافض لأحكام الإعدام ولكن مع ذلك النظام المصري ينفذها، عدم وجود عواقب للنظام المصري، عدم اكتراث النظام المصري بالمجتمع الدولي برأيك هل سيجرئه أكثر على تنفيذ هذه الأحكام الجائرة؟ بداية بس أحب نقول نقطة بخصوص أحكام الإعدامات، أنه فيه ثلاث قضايا مختلفة، في قضية كرداسة اللي هو نبيل الفراج، في قضية شباب منصورة، في قضية النائب العام، يتم تقديم التماسات بعادة النظر، وتم هذا التقديم التماسات في الوقت القانوني، ورغم ذلك النائب العام لم يبت حتى الآن في هذه الالتماسات، وبالقانون وبقانون الإجراءات الجنائية 448 لا يحق لجهات التنفيذ تنفيذ أحكام الإعدامات طالما هناك حق، طالما هناك التماس مقدم من قبل الضحايا أو المتهمين إلى النائب العام. إذن السلطات المصرية حتى بعد هذه الأحكام الجائرة وحتى بعد هذه الأحكام المخالفة والمسيسة يعني تجاوزت القانون وتجاوزت كل الأعراف والمواثيق الدولية، يعني نفذ أحكام الإعدامات وهي مخالفة للقانون المصري ذاته. إذن هذه الإجراءات هي إجراءات مخالفة لكل الشرع لكل شيء. إذن السلطات المصرية لم تخالف بس المواثيق الدولية، السلطات المصرية لم تعمل على إعطاء حتى الحقوق الأساسية للمتهمين حتى بعد إدانتهم. طيب على كل حال سلمى، مسلسل الاعتقال مستمر في مصر، برأيك آخر وبرصدكم طبعا، ما هي الأسباب التي تعتقل السلطات المصرية المصريين الآن من أجلها، على الرغم من أنه هناك حالة تكميم أفواه، هناك حالة خوف في مصر، هناك حالة قمع شديد، ومع ذلك الاعتقال مستمر؟ الاعتقال هو رسالة لجميع المواطنين، محاولة لإخافتهم، محاولة لمنعهم من التحدث وإرهابهم عن طريق يعني إظهار أمثلة لهم أن من يتحدث أو من يشارك عبر الإنترنت أو من يحاول أن يدعم الحريات أو غيرها هو مصيره السجن، وأيضا مصيره ليس السجن فقط بل الإعدام والقتل خارج إطار القانون، ويعني هي محاولة لإسكات لجعلهم يقبلون بالنظام العسكري القائم في مصر والعيش به، ولأن القبول به يعني أن تظهر كدولة ديمقراطية وهذا يخدم مصالحهم. شكرا لك سلمى أشرف، مديرة منظمة Human Rights Monitor الناشطة الحقوقية المصرية. أحمد، بالنسبة للمنظمات الحقوقية التي تتابع ما يقوم النظام المصري به من انتهاكات كالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، هل ترقى الأدلة التي تمتلكونها لأن تكون ملفا جنائيا قويا يدين النظام المصري أمام المحاكم الدولية؟ بالتأكيد، ولكن زي ما قلت حضرتك احنا لدينا يعني وثقنا الأحداث منذ 3/7/2013 اليوم بالأدلة بالأسماء بالبراهين بما حدث من انتهاكات ومخالفات قانونية ودستورية، ولكن هذه المخالفات القانونية والدستورية لا يوجد في القانون المصري. إذا أردنا نحن كتنسيقية أن نقيم الحجة على النظام المصري بالقانون فسيتم اعتقال كل أفراد التنسيقية.
طب خارج مصر، لأن هناك خارج دول محاكمها تقبل نعم. التقاضي بانتهاكات خرج أو حصلت خارج حدودها كبريطانيا مثلا. بالتأكيد هذه الانتهاكات وهذه الدول التي تستطيع المضارين وليس المنظمات الحقوقية هذه وظيفة الذين تم الحق الضرر بهم أو أهالي الضحايا بإقامة هذه الدعاوى أمام المحاكم الأوروبية أو التي تقبل مثل هذه القضية، ولكن إحنا كمؤسسات حقوقية ليس دورنا إقامة مثل هذه الدعاوى الدعاوى القانونية، ولكن دورنا تقديم الدعم القانوني الدعم الحقوقي توثيق هذه الأحداث وتقديم هذه الملفات لما يطلبه من المجتمع الدولي أو مصر. إذن هذه الإجراءات التي تتخذ من مصر حتى الاعتقال ليس الاعتقال التيار الإسلامي فقط، ولكن أصبحت الآن الاعتقالات تشمل الجميع. يعني منظمة العفو الدولية أحمد على سبيل المثال قالت إن السلطات المصرية اعتقلت خلال الأيام الماضية بشكل تعسفي ما لا يقل عن 8 أفراد، من بين هؤلاء عضو سابق في البرلمان وقادة لأحزاب المعارضة وصحفيون ونشطاء في المجتمع المدني. مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية مجدلينا مغربي قالت إن موجة الاعتقالات الأخيرة استهدفت المنتقدين وقادة المعارضة والنشطاء والصحفيين تحت ستار مكافحة الإرهاب. هل هذا الستار أصبح يصلح فعلا للتغطية على هذه الاعتقالات أمام الصحافة على الأقل الدولية؟ بالتأكيد السلطات المصرية دائما يعني القضية الأخيرة دي اللي هي الأمل أو يعني مناخ التشاؤمي دائما تختار أسماء غريبة الوضع وغريبة الشكل لتدمير الاقتصاد، بمعنى أصح أنهم يستخدمون الأرقام ويستخدمون الألفاظ للاعتقال الجميع. يعني إحنا مثلا لما واحد زياد العريبي مثلا مختفي تماما من الحياه السياسيه، عندك يعني ناس كتير جدا مختفين تماما من لما يعتقلوا مثلا اب يعني بنت 18 سنه طالبه في الجامعه عشان يعتقل ابوها، وعندما يتم يعني تسليم الاب نفسه للسلطات المصريه يتم اعتقال الابن واستمرار واخفاء قسرين. اذا السلطات المصريه ما عندهاش مشاكل خالص انها تعتقل الجميع من اجل فقط اثبات انها تحارب الارهاب، وهذا هذا هذا الكلام الفضفاض التي تستخدمه لجعل الحياه في مصر سجن كبير زي ما بيقولوا. احنا عندنا دكتور عمنا مفتوح يتعرض للمره الثامنه في السجن الانفرادي بتاعه لازمه قلبيه، ورغم ذلك يتم رفضه تحويله للعلاج. عندنا دكتور محمد مرسي تم قتله بالاهمال الطبي. اذا حالات كثيره جدا شملت الجميع. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن القيادي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح وهو رئيس حزب مصر القوية يتعرض لعملية قتل بطيء داخل مقر احتجازه في سجن طرة نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب بأزمتين في القلب خلال أقل من 24 ساعة وتجاهلت إدارة السجن تدهور حالته الطبية وأصرت على رفض الطلبات المتكررة التي تقدمت بها أسرته لإجراء الكشف والفحوصات الطبية. لمتابعة هذا الموضوع وغيره أيضا من بقية المواضيع الحقوقية في مصر أرحب بالمحامي والناشط الحقوقي المصري سيد وليد أبو عبد الرؤوف. أستاذ عبد الرؤوف، برأيك هل هناك فعلا تعمد من قبل السلطات المصرية للتسبب بمقتل المعتقلين المصريين، تدهور الحالة الصحية الطبية لهم؟ هل فعلا ما جرى لعبد المنعم أبو الفتوح على سبيل المثال كما تقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هو عملية قتل بطيء داخل سجن طرة؟ طيب، هو ما يحدث مع دكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا يختلف كثيرا عما يحدث مع 62,000 معتقل موجودين في سجون عبد الفتاح السيسي. يعني دكتور محمد مرسي وفاته التي اعتبرها انها نوع من انواع القتل المتعمد ليست اول حاله، فلقد شهدنا حوالي 600 حاله من عام 2013 حتى وفاه دكتور مرسي. لم يكن اولهم دكتور فريد اسماعيل ولم يكن اخرهم استاذ مهدي عاكف، وهم بالكثير والكثير. وهل برأيك السلطات المصرية تفرق في معاملتها للمعتقلين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية؟ خالص. السلطات المصرية تعامل الجميع على بنفس الأسلوب.
يعني من ذكرنا من قيادات التيار الإسلامي أو المحسوبين على التيار الإسلامي داخل السجون، هذا لا يمنع أن هناك مجموعة من النشطاء من الجانب الآخر المعتقلين حاليا يعاملون نفس المعاملة، يتم هذا الإهمال بنفس الطريقة، وكأنه منهج للقضاء على كل المعترضين أو كل المعارضين السياسيين داخل السجون بهذا القتل البطيء. أعتقد أن هذا هو نهج الدولة في التعامل طيب مع أي معارض. كمحامي فيها. كمحامي برأيك ما هي أفضل وسيلة للدفاع عن هؤلاء؟ هل يكتفى بالصراخ أمام المنظمات الدولية ورفع الصوت دون شدوى؟ طيب الإشكالية الحقيقية اللي بتقابلنا من عام 2013 إلى الآن أننا عندما نتحدث وعندما نصرخ بأحوال حقوق الإنسان داخل مصر، ويعني مش أتكلم بس عن الحقوق السياسية، لا أنا بتكلم عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، كاف أي كل ما يندرج تحت حقوق الإنسان تحت بند حقوق الإنسان، إن إحنا بنكلم بعض وبنكلم نفس القنوات أو بنصب الماء في نفس القنوات اللي إحنا متعودين إن إحنا بنصب فيها الماء، برضو نفس المنظمات الدولية بنفس شكل المؤتمرات. أعتقد أن الحقوقيين الموجودين خارج مصر حاليا عليهم دور أساسي وواضح، وهو رفع الضغط عن الموجودين داخل مصر، وذلك بالتوسع في مخاطبة شرائح أكبر من المجتمعات اللي إحنا موجودين فيها. انجلترا على سبيل المثال مش شرط بس ان احنا نروح نكلم، احنا مش هنقدر، يعني احنا كمنظمات حقوقيه او كمدافعين عن حقوق الانسان او كنشطاء سياسيين لو رحنا البرلمان الانجليزي محدش هيسمعنا، ولكن اذا تواصلنا مع اتحادات طلابيه او اتحادات عماليه او جامعات ضغط موجوده في هذه الدول نستطيع ان نشكل موجة من موجات الرأي العام داخل هذه الدول للضغط على الحكومات. أعتقد هم يعني هذه المكونات هي من ستضغط على حكومتها، فنستطيع أن نحدث نوع من أنواع التأثير على الحكومة المصرية. وأعتقد إحنا السوابق في اللي فاتت، يعني في خلال الكام شهر اللي فاتوا قبيل التعديلات الدستورية بمبادرة المنبر المصري لما راحوا عملوا اجتماع في الكونجرس واجتماع في باريس، كسبنا يعني بعد ما كان الكلام ان عبد الفتاح السيسي يقعد ل 2034 كسبنا منهم 4 سنين، فما بالك لو كان هذه المبادرات او هذه الفعاليات بشكل اكبر واوسع واكثر تنسيقا. وهذا السؤال انقله لضيفي هنا في الاستوديو، اشكرك شكرا جزيلا المحامي والناشط الحقوقي المصري وليد عبد الرؤوف. كيف يمكن زياده الضغط على النظام المصري من خلال كما ذكر وليد عبد الرؤوف اتحادات العمال، النقابات، كل مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في الغرب؟ بالتأكيد هي وسائل ضغط فعالة جدا، وبالتأكيد هناك تواصل بيهم، وبالتأكيد زي ما قلت لحضرتك قبل كده أن السلطات المصرية وما لها من أذرع إعلامية وحقوقية في كل بلاد العالم تقريبا، وخاصة الدول التي يعني لها ثقل دولي زي بريطانيا أو أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة، يعني المنظمات الحقوقية المصرية والناشطين الحقوقيين المصريين في خارج مصر يعملون بالفعل من أجل تحريك هذا الملف تحريكا فعليا من أجل رفع هذا الظلم عن الشعب المصري. ولكن يواجهنا أيضا اللوبي المصري الذي يعمل معه اللوبي الصهيوني أو اللوبي الإمارات السعودي، ولكن هذا لا يمنعنا أننا نقول أننا في الطريق الصحيح لتوصيل هذه الرسائل إلى العالم الخارجي. العالم في العالم بره عارف يعني انتهاكات، وجدنا ذلك من تصريحات أممية أو تصريحات يعني دولية تدين السلطات المصرية وتدين انتهاكات تقوم بها السلطات المصرية. ندوة في خيارات مواجهة النظام المصري عقدت في لندن الأحد الماضي، بحثت في خيارات المستقبل أمام المصريين في ذكرى مرور 6 سنوات على مظاهرات 30 يونيو حزيران عام 2013 والتي مهدت للانقلاب في مصر. معي للحديث حول تلك الخيارات مما جاء في تلك الندوة مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة سيد محمد سودان. سيد محمد سودان، ما هي من وجهة نظرك من الناحية الحقوقية أبرز الخيارات، خيارات المستقبل لمواجهة انتهاكات النظام المصري المستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ومشاهدينك الكرام وضيفك الكريم.
حقيقة يعني بعد 6 سنوات من ظلم وقمع الشعب المصري وقتل للمعارضين، الخيارات التي أراها شيء مناسبة الآن في الغرب هو تفعيل طبعا التواصل مع البرلمانيات الغربية، هذه أولا، لكن قبل الآن هو ما فعلناه نحن كحزب الحرية والعدالة في لندن برفع قضية أمام الأحكام البريطانية العليا، والحمد لله كسبنا هذه القضية بإسقاط حصانة أعضاء الحكومة المصرية داخل المملكة المتحدة. أعتقد أن إذا حزونا العديد من الدول الغربية، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا جدا، يعتبر حصار جيد للحكومة المصرية وأعضائها وسفرائها وقناصلها بخارج مصر والدول الغربية كلها، وعن توحيد المنابر الحقوقية والمدنية التي تطالب بمحاسبة النظام المصري على انتهاكاته. على الأقل ما شهدناه في الندوة وجود أقطاب مختلفة تمثل المعارضة المصرية، هل يمكن أن يمهد لتوحيد جبهة المعارضة المصرية ولو على الأقل على المستوى الحقوقي والإنساني؟ أعتقد أنه يعني ما ذكرته أنا في الندوة إن لابد أن نتنازل عن الخلافات البسيطة التي بيننا، بدلاً من أتحدث عن كل الأطياف السياسية المعارضة نظام السيسي ونعمل فيما اتفقنا عليه وغسيمة. هذه النقطة نقطة مهمة. انقطع الصوت من المصدر. أشكرك على كل حال على هذه المداخلة، مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة سيد محمد سودان، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الناشط الحقوقي المصري عضو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا.